نشرة أخبار رابعة من يو تي في، أهلا بكم. قتل 15 إرهابيا وأصيب 7 جنود أمريكيين في عملية عراقية أمريكية مشتركة على تنظيم داعش في صحراء الأنبار غربي البلاد. وفي تفاصيل العملية ذكر جهاز المخابرات العراقي في بيان أن العملية بدأت بضربات جوية متعاقبة لأربع مضافات يتواجد فيها إرهابيون، أعقبتها عملية إنزال جوي في الموقع ثم اشتباك مع الإرهابيين، موضحا أن بين القتلى قيادات خطيرة. بدوره أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه الغارة المشتركة مع القوات العراقية نفذت في الساعة الأولى من صباح الخميس، واستهدفت مجموعة من عناصر داعش كانت مجهزة بعديد من الأسلحة والقنابل والأحزمة المتفجرة. وكشف مصدر دفاعي أمريكي لفرانس بريس عن إصابة 7 عسكريين أمريكيين في العملية، 5 منهم جرحوا أثناء التنفيذ، بينما أصيب 2 بفعل سقوطهما، مؤكدا أن حالتهم مستقرة. وتعقيبا على العملية المشتركة، شدد سنتكوم على أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا للشرق الأوسط والحلفاء وكذلك الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستواصل مع التحالف الدولي والشركاء العراقيين ملاحقة الإرهابيين بقوة. يأتي ذلك بعد أيام على إرجاء العراق إعلان إنهاء مهمة التحالف في ظل وضع إقليمي متوتر وخشية من التصعيد، عقب أشهر من المفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن التقليص التدريجي لعديد من قوات التحالف في العراق وإنهاء مهمته. وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة ضمن التحالف المؤسس عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. اختارت مجموعة الدول 77 والصين في الأمم المتحدة اختارت العراق لرئاسة المجموعة لعام 2025. بيان للخارجية ذكر أن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ عقدت اجتماعا لمناقشة ترشيح العراق لهذا المنصب، فيما أكد القائم بأعمال الممثلية الدائمة للعراقي لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد رؤية العراق لدوره خلال رئاسته للمجموعة، مسلطا الضوء على المحاور الرئيسة للعمل ومشددا على التزام العراقي بالمبادئ الأساسية للمجموعة، خصوصا فيما يتعلق بدعم أهداف وطموحات الدول النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية. وأضاف عبيد أن العراق سيعمل على توفير جميع عناصر نجاح هذه الرئاسة التي تعد الأولى له منذ تأسيس المجموعة، فضلا عن استعداده للعمل والتعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة. قال وزير النقل رزاق محابس في تصريح ليو تي في، قال إن تركيا دولة جارة ومهمة بالنسبة للعراق، وهي شريك تجاري كبير وقوي، وخصوصا أن موقعها الجغرافي يمثل بوابة الدخول إلى أوروبا، مؤكدا أن الانفتاح عليها يعود إيجابا على اقتصاد البلاد. تركيا دولة جارة ومهمة بالنسبة للعراق، وهي شريك تجاري كبير وقوي للعراق، وأيضا تقع على موقع جغرافي مهم جدا وهو بوابة الدخول إلى أوروبا، وبالتالي العراق منفتح على تركيا لاعتقاده بأن الشراكة مع تركيا تعود إيجابا على الاقتصاد العراقي. في أخبار أخرى، كشفت منظمة الصليب الأحمر الدولي في العراق ليو تي في أن 1500 مواطن عراقي فقدوا في عام 2023، بينما فقد في النصف الأول من هذا العام 600 عراقي. وأضاف الصليب الأحمر أنه يعمل وسيطا بين ذوي المفقودين والسلطات العراقية لمعرفة مصيرهم. بين الأمل واليأس تتأرجح مشاعر الآلاف من عوائل المفقودين في العراق. 1500 مفقود خلال عام 2023 وأكثر من 600 آخرين فقدوا خلال النصف الأول من العام الجاري. بحسب الصليب الأحمر الدولي فإن 361 من المفقودين عثر عليهم والآخرون لا يزال مصيرهم مجهولاً. أسباب عديدة من ضمنها اعتقال، بس الاعتقال مو السبب الرئيسي، أكو أسباب أخرى من ضمنها الهجرة،
وحالات العنف الأخرى. مسؤولون في الصليب الأحمر كشفوا تواصل مكاتبهم المنتشرة في مدن البلاد مع إدارات السجون في العراق من خلال اجتماعات وتوصيات دورية لضمان تبليغ ذوي أي معتقل بزمان ومكان وسبب اعتقاله، فضلا عن ضرورة تسجيله في قوائم الصليب الأحمر. هذا الموضوع معقد، يعني يحتاج لوقت، يعني بالنسبة لنا كصليب أحمر دولي نحاول جاهدين إنه عن طريق العوائل يزورونا بمكاتبنا، إنه نعطيهم أخبار، ونحاول إنه بقدر الإمكان من السلطات جهودنا مع السلطات إنه نقدر إنه نعرف مصير هؤلاء المفقودين ونبلغ العوائل. تؤكد منظمات الصليب الأحمر والعفو الدوليتين إن العراق من أكثر بلدان العالم التي تضم مفقودين. عقود من الحروب والأزمات حولت مئات آلاف العراقيين إلى أرقام وملفات على رفوف وأدراج المنظمات الدولية يطويها النسيان يوما بعد آخر. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. بعد استهدافهم وعوائلهم يطالب المخاتير في سمراء الدولة بحمايتهم من السلاح المنفلت، خاصة بعد حادثة العباسية التي قتل فيها أبناء أحد المختارين والذي قتل قبلهم بأعوام. من جديد يعود مسلسل استهداف المختارين في القرى والنواحي التابعة لصلاح الدين. المختارون ضحية لجرائم لم تعلن الدولة نتائجها حتى الآن. بعد هدوء دام سنتين يعود مشهد الخروقات الأمنية مجددا في مدن صلاح الدين. تعدد تداخل الصلاحيات الأمنية وتضاربها يعقد المشهد وقد يكون مساهما في عودة تلك الخروقات، وآخرها مقتل ما تبقى من عائلة مختار منطقة العباسية شمال سامراء. دعواتنا وأملنا الكبير من الحكومة أن تعطي اهتماما لعناصر الضبط القضائي وهم المختارين بالتخصيص المالي والموافقة لحمل السلاح، خاصة أنه هذه الحوادث تشهد بين فترة وفترة بهذه المناطق حوادث قتل وحوادث تتكرر. الإهمال وعدم الاكتراث بهكذا شريحة من المجتمع وهي مهمة هي ليست حالة صحية. تكرار استهداف مختاري الأحياء السكنية وخصوصا في القرى والنواحي كونهم أعضاء ضبط قضائي وعلى تماس مباشر مع القوات الأمنية من خلال إيصال المعلومات الأمنية عن الحي دفعهم إلى المطالبة بتسليحهم لحماية أنفسهم. المرة الثانية هاي على جمال أيضا المختار، وقبلها المختار عدنان الله يرحمه، ومختاري الأطراف مستهدفين. الحقيقة نطالب السيد رئيس الوزراء ووزارة الداخلية بتسليح المختارين وحمايتهم. يعني المختار هو عضو ضابط قضائي والحقيقة يتعرض إلى حوادث مستمرة، وطالبنا مرارا وتكرارا بتسليح المختارين وبالذات مختاري الأطراف، لأنه عملهم هو متواصل مع القوات الأمنية. يبلغ عدد المختارين في سامراء وأطرافها نحو 75 مختارا جلهم غير معينين، لكنهم يتقاضون منحا مالية تقدر بنحو 500,000 دينار تصرف لهم من خزينة المحافظة. من صلاح الدين، محمد قادر، يو تي في. شهدت الكوت تشيع جثماني شخصين من عائلة واحدة تمتلك فرن للصمون بعد مقتلهما وجرح ثلاثة خلال نزاع مسلح مع صاحب فرن آخر في منطقة الشهداء وسط المدينة. أفاد عدد من أهالي المنطقة بأن الخلاف بدأ عندما تباينت أسعار بيع الصمون بين الفرنين، فأحدهما يبيع 10 قطع صمون ب1,000 دينار فيما يبيع الآخر 8 بالمبلغ نفسه. أهالي الضحايا حملوا الجهات الأمنية مسؤولية الحادث مطالبين بتشكيل لجان وزارية لمعرفة ملابسات الجريمة، كما عبروا عن استيائهم من أن القاتل لا يزال طليقا تحت الأنظار. هم 2 عندهم فرن مال صمون، ولدنا يبيعون 10,000 صمون، هم يبيعون 8,000 صمون. اجوا جبروهم يقولون تعالوا انتم بتسووا مثلنا نبيع، قالوا احنا يصرفوا لنا ونريد، يعني الناس كلها محتاجه وما عندها فقر، احنا نبيع. هاي سياستنا ما قبلوا، اعتدوا عليهم بالضرب والكذا ما شنو، بعدين صالحناهم، رجعوا ورا فتره ثانيه هجموا عليهم هجوم بالاسلحه. حد الان كل شيء ماكو، فشل ذريع في القاء القبض على هذا المجرم. البارحه راس ديب بحي الشهداء، قبل ساعتين راس ديب بحي زين القوس،
وماكو يعني ما مهتمين بالامر. انا عندي اثنين دفنتهم البارحه شباب، خلفوا 9 ايتام كلهم صغار. مناشدتنا اللجنه التحقيقيه الوزاريه بامر من رئيس من وزير الداخليه، هذا يشكل لجنه وضباط ما نريد من الكوت، الكوت ما نريد، نريد ضباط من الوزاره. الوزاره اكو علويه واكو فريق واكو اشكال ضباط اصحاب مهنه واختصاص بالتحقيق، ويجلسهم يجون يقعدون ويشوفون هذا الولد ليش انقتل، اخوه ليش انقتل. استهداف واضح انه لهذا الفرن ولهذا هذول الجماعه اخوه واخوانه لانه يشتغلوا. بعضها يكلف مليون دولار او اكثر مثل الجواز الامريكي او البريطاني. العراقيون يتجهون لشراء جوازات سفر أجنبية ذات تصنيفات عالية من ناحية حصولها على سمات الدخول إلى بلدان العالم بسبب تأخر الجواز العراقي في مؤشرات قوة جوازات السفر العالمية. 1 بعد 100 يتذيل الجواز العراقي مؤشر هينلي لجوازات السفر الذي يعتمد على إمكانية أي جواز بالحصول على سمات الدخول. تذيل جعل البحث عن شراء جواز آخر هو غاية لميسوري الحال من العراقيين. الدومينيكان وجبل الأسود وتركيا أبرز الدول التي يمكن الحصول على جوازاتها نقدا، والتي يتمتع حاملوها بسهولة الحصول على سمات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تتجاوز أسعار بعض جوازات السفر الأجنبية نصف مليون دولار كجوازات إسبانيا وبلغاريا، أو يتعدى مليون دولار كجواز الولايات المتحدة. أما بريطانيا فسعر جوازها يبدأ من 2,500,000 دولار. الموضوع هو محصور بفئات معينة، وأن هم يعني أصحاب الدخل العالي أو من هم من فئة السياسيين اللي منتعشين بالأموال أو من فئة المشاهير أو ما يحسبون على المشاهير والفنانين، وهذا يعتبر بجزئين. الجزء الأول يعتبر هو مكمل لشخصية هذه الناس أو يعتبر مثل البرستيج، والموضوع الآخر أنه يقدر يتنقل به لدول متعددة يحضر بعض المناسبات يعني ممكن صعب يدخلها بالجواز العراقي. قرابة 30 وجهة للسفر فقط تستقبل العراقيين، إذ لا يزال الجواز العراقي يعاني نتيجة أسباب منها أمنية أو تتعلق بوزن العلاقات الخارجية مع دول العالم. لا توجد حقيقة هناك قيمة للجواز، وقيمة الجواز هي من قيمة السيادية للبلد، فبكلما زادت يعني أهمية البلد وسيادته وتأثيره على الدول العالمية سيكون هناك أثر على الجواز وعلى المواطن وعلى كل التفاصيل أخرى. شهدت الأيام الأخيرة رفع تركيا التأشيرة عن بعض الفئات من العراقيين، وألغت تونس تأشيرتها، فيما تواصل كثير من البلدان ومنها الاتحاد الأوروبي حرمان حاملي الجواز العراقي من سمات الدخول إلا من خلال استثناءات محددة. لا توجد بيانات لعدد العراقيين الذين اشتروا أو يشترون جوازات سفر أجنبية، لكنها ظاهرة بدأت تأخذ حيزا من النقاش والجدل في الشارع العراقي. من بغداد علي أسد، UTV. الدفع الإلكتروني توقف عن العمل في المثنى، محطات الوقود والمحال التجارية لم تعد تتعامل إلا بالدفع نقدا بسبب مشاكل في آليات التطبيق وانعدام ثقة المواطن في المحافظة بالنظام المصرفي العراقي. رغم تطبيق قرار استخدام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود في المثنى، فإن القرار توقف العمل به وعاد إلى الدفع نقدا. لا يقتصر الحال على محطات الوقود فقط، فالمحال التجارية والأسواق لا تعمل بنظام الدفع الإلكتروني بسبب غياب الثقة والتخوف من قطع أموال إضافية يجهل بها أغلب المواطنين بسبب غياب المعرفة الإلكترونية. النقطة الأولى يعني أغلب الناس لا تجيد القراءة والكتابة، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية الناس ما عندها ثقة، فهاي شو رادها؟ راد لها توعية يعني جهات حكومية، يعني يروح لو خلينا نقول اللي يشتري من عندنا المحل، هذا لا يقرأ ويكتب، يعني من يطيل البطاقة يقول له قصيت من عندك هلقة، زين هو ما يقرأ ويكتب شلون راح يعرف؟ هي هاي المشكلة. يشكو أغلب المواطنين من عدم دقة عمل بطاقات الدفع الإلكترونية بسبب عدم وصول إشعار بسحب الأموال وسحبها أكثر من مرة من دون دراية بها، وخصوصا في المؤسسات الحكومية.
بينما يرى آخرون أن الضرائب العالية على البطاقات الإلكترونية واستلامها سبب لعزوف أغلبهم، فضلا عن توقف عمل أغلب البطاقات بسبب العقوبات على بعض البنوك. يعني اكو هواية معاناة تصير، مثلا اكو بطايق ما تشتغل، اكو بنوك تاخذ يعني مثلا تدفع فلوس يلا يصرفوا لك البطاقة، فبيها هاي ثقافة جديدة على المجتمع، احنا لازم نشجع مثلا، يعني صارت المسألة مثل ما تقول حدية، يعني منفعة صارت منفعة شخصية لجهات معينة وبنوك معينة وكذا، فلازم يعني تتساهل الدولة مع البنوك في طريقة معينة اللي تخدم الناس بيها، توعي الناس وتشجعهم. رغم عزوف أغلب المواطنين عن استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية، فإن بعض المؤسسات الحكومية الرسمية تفرض على المواطنين التعامل بتلك البطاقات أثناء دفع الرسوم والجبايات. من المثنى خليل البركات، UTV. مع قرب انطلاق الموسم السياحي فيها، بدأ ناشطون ومنظمات مجتمعية في ذي قار حملة مناصرة للسياحة في المحافظة. الحملة تهدف إلى دعم القطاع الذي يواجه تحديات أبرزها الجفاف في مناطق الأهوار، أهم وجهات السياح في المحافظة. حملة مناصرة من منظمات مجتمعية لدعم السياحة في ذي قار مع قرب انطلاق الموسم السياحي في المحافظة الذي يبدأ منتصف أيلول. تأتي الحملة بعد أن سجل الموسم الماضي دخول أكثر من 20,000 سائح، من بينهم 1,500 أجنبي زاروا الأهوار والمواقع الأثرية المهمة في المحافظة، ولا سيما التي أدرجت على تراث يونسكو. تعمل حملة المناصرة حقيقة على توفير بعض من الخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز الجانب السياحي في المحافظة وإعطاء أريحية أكثر للسائح عند دخول المحافظة والتجول في الأماكن السياحية أو أماكن الأهوار على حد سواء. ومثلما تكثف الحملة الترويج للمواقع السياحية في المحافظة، هناك جانب منها يؤكد على ضرورة المحافظة على خصوصية مكوناتها الأثرية والطبيعية والحفاظ على بيئتها من العبث. توعية السواح القادمين إلى الأهوار من خلال الحفاظ على البيئة المائية على المواقع السياحية، خصوصا بعدم رمي العبوات البلاستيكية في الجزر بالأهوار، وكذلك عدم اصطحاب أنه البنادق الصيدي الموجودة باعتبار أنه منع إدخال البنادق إلى الأهوار، إضافة لأنه التعريف بخارطة عن الأهوار وبيئتها سواء كان ممرات أو التنوع الأحيائي اللي موجود. يسجل ملف السياحة البيئية والآثارية في ذي قار تطورا مهما بعد انضمام 4 مواقع منها إلى لائحة التراث العالمي عام 2016، لكنه يواجه تحديات تفرضها التغيرات المناخية وانحسار المياه في الأهوار خلال السنوات الخمس الماضية. من الناصرية، أحمد السعيدي، UTV. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.